هاي بلش اسجل احمد يلا اروح 1 2 3 انت لسه مش عندك هاي هون شايف طيب يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة ستار تيوب ستار تيوب ايه قلت لك ايش هون هيك دبوس عند اسمع الدبوس هذا تبع ال يلا هات يلا اهجموا يا شباب رقم 3 مساء الخير لا من اول انت مطبق تنزل يعني تنزل على بوشينجي محمد يلا في اثنين تحت هاي ثلاثة قدامنا سامعيني؟ سامعينا في واحد قدامي حول هذا لحاله نازل هات نروح نضعف عليه بوكسات طب عليه وانا جاء؟ لا ضالي كتير كلمة يا رب لكم
خلينا مع بعض خلينا مع بعض. الصيف بعيد. شباب داش عندكم انا لانه في من انا منطقه من تلاقي انا بنزل من تحت انا بعيد عنكم داش عندكم ايوه تعال تعال احنا بنط في عندكم في عندكم واحد داش عندكم واحد عليه شايفه شايفه احمد بهاي العمر في هاي البنايه في هاي البنايه في طب علي واحد عندي اب علي اب علي اب علي اب علي شو رقمك انت؟ اربعة هين عندك عندك بالحارة عليك قنبلي هذا شو اسمه؟ شفته يلا شوف شو معاه سلاح و رفيح خلينا اصور معه رقم عم يعطيني معاش يا الله رقم خليني اخذ سلاح معيش اشي يلا وصلنا كاتلين ثلاثة انا ما حسبوا لي شياف انا اللي قتلته لامي انا اللي كنت اخيطه قبل هيك طلعت له انا اللي وقعته اللي بوقعه هو اللي حسبوا له اياه يلا يلا خلينا نفكر مين كمان فيه هون بيطق علي يا شباب صوبت صوبت احمي حالك احمي حالك بكل يلا احمي حالك ورا واجهه تعال تعال ما حسبوا لي شيء الثاني انا قتلته لاني لا اله الا الله ما وقعتوش انت ما وقعته بدك نار قدام كيف الكمبيوتر اسهلب عليه؟ لا مش اسهل كثير اليد احسن يا بالك مطلع على الشبابيك انتو هل هي واحد في العمارة هناك؟ في البناية اجوا حدد بعرفش احدد اصلا صعب هي على الثلاث هي نزل نزل عندي في جيب هناك على شفته؟ انا بدك توصل من فوق ايوه واحد ثاني كانوا بتحكوا عنه انت تكون هرب غاد هي اخرى واحد اثنين 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 تعال الحقوني الحقوني ورا السور ورا السور هي ورا السور ورا السور في واحد على اليمين وفي واحد على اليمين البنايه هذا على اليمين فاس البناية اللي ورانا البناية البناية اللي ورانا انا بدي الحق هذا انتوا خليكم في البناية في واحد هيو هيو بعدي واحد لابس احمر عندكم صح؟ بعدي هيو فات على البيت فات على البيت الثاني فات على البيت معنا عرض السلاح مين معكم معكم؟ بدي اصفي كل شيء اللي معي يحكي ما يبخلش علينا تبع حبيب 16 انا بدي 16 هات وينه؟ وينه؟ هيك وراك هيا يا احمد في البنايه اللي عندي جنبي اهو طب عليك بتعرفش تحدد عندها وينك انت رقم اثنين اهو دير بالكم في واحد جنبي انا مش محدد بالضبط وينه دل على اللي بتحدد ابو علي البنايه اللي جنبي كده هاي البنايه اللي هون هاي البنايه اللي هون
هاي اللي انا عنده شايفني؟ هاي هاي صوته طالع فوق. هاي بيان؟ طخ طخ يا بعدي. مين هذا طخ احمد؟ قرب قرب احمد. هي احمد. داوي داوي. اذا ما عرفتهم بده يضرب له. ايه ما تموت يا زلمه بعلي غير السلاح انا بالغلط اخذوا انا مغير السلاح بالغلط يا زلمه شو هذا السلاح اللي معك ايه ما كنت في واحد كان لابس احمر قتلته قتلته انا خلص انا ضل بقول لحين بعض اطلب بعض انا فزعت بينهم مين بده حب احمر انا 16 مين بده فوق بعلي معك سكوب سكوب استنى شوف والله ما بعرف شو اللي معي انا بالك انا معي سكوب 3 بس في شيء اعطيني اللي معيش سكوبات اللي بكون بصير معه سكوب 8 او 6 احكي لي اللي معي قناص انا يلا بعلي خلينا نغير مكان بعلي يلا بعلي يلا 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 نروح نص الخريطه غلب اليمين غلب على الكمبيوتر فعلا يلا روح شوف في واحد عندي الشجر عندي هون حدد حدد ليه ما حسبوا لي شيء برضه؟ طيب ليش انا قتلته؟ انا اللي بطخ عليه. انا بطخ علينا الثاني نعم. خلص اللي بيسقطوا اول هو بيكسبوا. في هدف رخ 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 عليه. قناص ايوه. بعدين خلص وين بترشه؟ ما خلص قتلته. رصاص الكيشن هذا لازم احد معاه رصاص الكيشن الله يسامح يلا يلا خلينا نفكد هون في كمان حدا بوشينكي في حام بوشينكي بده رصاص الكيشن في حدا معه ايش احمد؟ مش معك 16 16 معي اه بس بدي كليشن عشان اول كليشن انت خلي دائما معك نفس النوع السلاح ريح راسك عشان ما تتغلبش خلص يلا روح عشان 40 حبه الكليشن يلا وين كنت تروح يلا حددوا قول الخريطه شو اخبارها استنى شوي يلا هون محل ممتاز منيح الوضع منيح يلا انا محدد يلا محل ما محدد يلا حدد ضرب زيد بس بدنا نشوف تحت شو في تحت سياره خلينا ناخذ هذا لساته موجوده عاده يعني هنا دائما في سياره موجوده رقم 300 زمان ما بعرف ليش يكون معانا لحاله راح مشكلة تعال تعال قصف في قصف بسرعة بسرعة فوتوا بيوت خليكم بعد عنا بعض نتف صغير يعني تلزقوش ببعض دم معكم ولا بدكم هات في يعني ثلاث تعال بعطيك
كود. دم الكبير ولا الصغيرة؟ في صغيرة هون سيف حضرها شخدها منيحة. معي معي منها. اهم شيء تنسوش القنابل والسموك. ليه الطاسة شو ردت تطيب؟ خربانة. بدي لها بس تقتل واحد تاني تاخد طاسة. زيه احمد بعلي زيه. هاي طاسة تعال خد هاي الطاسة. فاش هاي. هاي انت اللي معك منيح هاي رسالات. اه منيح هاي. مستوى ثلاث. مش قلت تعال. خلينا نطلع. هذا البيوت كلها رايحة اعتقد. لا لا مش لا جديد لسه. مفتح انت المفتح. بس انا في شيء. انا فتح نازل. انا حاليا ما بدي شيء. هاي طاسة زبدة خبالي غير هدي زين معك؟ نص نفسي معك زين معك انت لا خلاص لا انا البيضة اللي معاه الموجودة قصدك؟ اه هي انا بدي مستوى ثلاث يلا روح خلاص لا طاسة زين معه ليش بالعكس؟ يلا جايين جايين ما تستعجلش بلاش يكون في حدا ياخذ ركض في بيوت عندك اكيد في ناس دير بالك في يوم مرة توفى زبط برصاصم 16 هون الفل اللي ب 16 معي هسه باجي باخذه حدد لي عليه احمد حدد لي عليه وين خلص جيت الفل I got supplies ممتاز ستيشن حبه عندك ستيشن انا هات انا باجي له سيف يلا اعطيه للسيف صاصم 16 جوا كمان وين؟ فل معي فل تاخذها بعلي هيك تمام ممتاز انا عندي هي في جد بعد هذا خلطانه شغال بلا الغاد لا منظر الفاشل احنا فزون بصير كمان شوي عندنا خلينا نتحرك في دم هون اللي بتز احنا تقريبا طريق ونروح على سكول يلا سيف يلا انا جاي معاكم سكوب 6 او 8 اللي بلاقي يعطيني اياه معي كنص ماشي ضبطت الرفق خلينا ناخذ السياره احمد وننطلق ترمينا لحظه محل ما نحدده شوف بجوز نلاقي سكوب 8 بالعمارات هذول شو رايك ما فيش مجال احمد اصلا نفوت العمارات هاي معانا دقيقتين تقريبا نجرب على السرعة مش ناس باب مفتوح اهو معناته فيش لا لا مش كل في حدا هون في حدا هون اه في ناس في صوت فوق 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 تعال معي تعال معي بعد سيف
البارح عن درج. في اثنين شباب عندكم اثنين. طيب ثلاثة صاروا. خليك ماسك وين فوق؟ ثلاثة صاروا الظلم. احمد خليك وين صرتوا فوق؟ اه. نبطوا. سيف اطلع اطلع مع احمد سيف. هيو هيو. هيو وين فوق ولا تحت؟ هاي الثاني. في اخر واحد في اخر واحد ابعد عليه يمينك جوا احمد اكمالك ابعد يا احمد على اليمين على اليمين ابعد اللي يبعد عن ديخك يا زلمه يا احمد من عند ديخك وقف على الباب بقول له هي جنبك طيب خلص بسيطه يلا ممتاز يا عند ديخك يا احمد يلا يلا كفو كفو من هيدا من هيدا يلا